الرياح تتواصل مجددا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم الذين تتابعون هذا الحدث. انطلق الشوط الثاني بحفظ الله ورعايته وخصص لفئه الابكار المهجنات الاصايل اللي هجن اصحاب السمو والشيوخ ومن يرقب ايضا من ابناء القبائل. الباب مفتوح للمشاركه. نذهب مباشره الى المركز الاول لنفتتح الاذاعه مع الظبي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقياده سيف بن علي بن كليب. اما المركز الثاني تاتينا منصوره العلي بن عبيد بن طويلش يسجل حضور منصوره في هذا الشوط. النقله التاليه على شعار بن طارش مع العنود سلطان بن طالب بن مبارك بالقوبع المنصوري. والمركز الرابع تاتينا الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده مشعار بن سعيد بن غدير. هو من يقدم هذا الشعار كما قدمه في دولة قطر وحصل على سيارة أيضا في مهرجان الأمير في الشحانية. نهني أيضا سيف بن علي بن كليب على فوز الظن بالمركز الأول وحصوله على السيارة. ونهني أيضا على فوز ألوان بالمركز الأول في مهرجان الشحانية وهملول. المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث وصلنا راعي العنود سلطان بن طالب المبارك بالقوبع. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام وما زلنا نتابع الظبي. يا سلام معروف كادرها يا ابن كليب لي فوق انقبلت وتسير قدام. نعم ما زالت محافظة على هذا الموقع وعلى التحدي وعلى التوقيت. عندك يا ابو محمد التوقيت عندك اذا تبغي توقيت ولا بتذخرها لللبسة. خلها اللبسة ماشية على الأبواب. مهرجان اللبسة على الأبواب. لا تكلمها ولا يعني سيارتها مضمونة في اللبسة. سيارتها مضمونة في المرموم. سيارتها مضمونة في الوثبة. نعم وين ما تشارك يعني الأول من نصيبها. يا سلام شوفوا والله يعني شوي تبقي حركة. هي روحها تتحرك بدون أوامر بدون ضرب بدون اي تعليمات. قمه على قمه وذوقها وسيرها قمه مثل ما تشاهدون. المركز الثاني الشاهنيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيه مراكز بعيد عنا نتابع نراقب. يلا نقول ال 500 متر ولا واحد منهم حرك نعم ما زالت الظبي ذاخرينهن حق المهرجانات، ذاخرينهن حق التحديات المقبلة، علينا مهرجانات يمكن أربعة مهرجانات قادمة. انتظروا اللبسة المرموم الوثبة والمؤسس مهرجان المؤسس في دولة قطر أيضا بينطلق في تاريخ في شهر 2 إن شاء الله. طيب نعود مرة ثانية نعود مع الظبي. قامت راس وانتهت راس بدون أوامر والعصا قوس والسلام وخذته والتهاني وخذتن وايضا الزعفران الناموس. يا ابو محمد تهنينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. تهنينا مضم سيف بن علي بن كليب المركز الثاني. لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث بن طارش. والمركز الرابع سالم بن محمد بن طبيعه. المركز الخامس حمد بن سالم او عبد الله بن سيف بن سالم بن طبيعه. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام.